كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة تتجه لميكنة جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بشكل كامل بحلول مارس 2022، ويهدف ذلك الإجراء لتسهيل العمل بالجمارك المصرية والإجراءات وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والأداء المتميز والحد من الفساد. فإحنا عاملين ميكنة كاملة لكل إجراءاتنا سواء في الضرائب أو في الجمارك، وكان اتفقنا مع الدكتور محمد والحكومة الدكتور مصطفى ان مارس 22 ده آخر خط لكل الإجراءات، مش كده؟ ان شاء الله. يعني بس يعني لا بتقولها كده، احنا متفقين مارس 22 كل البرامج شغالة وان شاء الله حاضر، يبقى مارس 22 احنا متفقين على ده. انا بقول الكلام ده للناس في مصر عشان الشركات والناس المعنية بالعمل ده تساعد الدولة والحكومة في الإجراءات اللي احنا بنعملها، اللي الهدف منها اول حاجة تسهيل عملكم وتسهيل اجراءاتكم، الحاجة التانية انك انت يبقى في قدر ضخم جدا ان ما كانش كامل من الشفافية في الاداء، ما تبقاش انت بتقول انا بخش بخلص مصالحي بشكل مش مريح.